الشارع البصري وعبر WTV شاشة وطن أبدى رأيه بالمستجدات السياسية التي يشهدها العراق، وقال كلمته بخصوص القرارات التي أطلقتها الوزارات تلبية لمطالب المتظاهرين التي انطلقت في المحافظة وعموم محافظات البلاد، منتظرين من الحكومة الجدية التامة لمعالجة الخلل الكبير الحاصل في الوزارات وردع الفاسدين الذين يسيطرون على مقدرات البلد. المزيد في سياق هذا التقرير. حزمة من الوعود والإصلاحات أطلقتها الحكومة العراقية تحت ضغط تظاهرات الشارع العراقي، وهي ليست المرة الأولى التي تعهد الحكومة المواطنين بإصلاحات في أوضاع البلد السياسية والخدمية، لكن منذ انطلاق شرارة التظاهرات السلمية منذ أعوام لم يتحقق شيء من تلك الوعود. أؤكد يجب أن يكون هنالك إجراءات غير تقليدية لمعالجة هذه المشاكل، وخصوصا في البنية التحتية في مشاريع المي ومشاريع المجاري والقطاع الصحي، حتى تتمكن المؤسسات الأخرى من تأدية التزاماتها. إعفاء وزارة الإسكان وإعفاء وزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بما يتعلق بالمشاريع المستمرة اللي الدولة صرفت مئات بل آلاف المليارات حتى تكمل هذه المشاريع، ولحد هاي اللحظة متوقفة. صرفنا أكثر من نصف المبالغ في مشاريع، صرفنا أكثر من 80% و90%، ولحد هاي اللحظة المواطن ما شاف هذه الخدمة. الوعود حقيقة هي يعني ردة فعل، هي ما مدروسة، مو ضمن خطط الدولة الاستراتيجية، ولا مرسومة لها ميزانيات مسبقة، ولا ضمن التخطيط. تدري احنا عندنا وزارة التخطيط، فكل الوعود وكل اللي طلقوها هي مو ضمن خطة وزارة التخطيط، هاي أولا. اثنين، يعني المفروض ينفذون بعض شو اسمه بعض الوعود اللي بيها توزيع قطع اراضي، المشاريع الصغيره يعني اللي قابله للتنفيذ دون الرجوع لوزاره التخطيط او دون اخذ يعني موافقات مسبقه او استشارات ممكن ينفذوها، فقسم من عندها تتنفذ والقسم الأكبر لا ما تتنفذ. المواطنون هذه المرة طالبوا الحكومة بإصلاحات حقيقية في خضم مطالبات جادة باستقالة الحكومة. الوضع المتوتر في الشارع العراقي يوحي بمنح المواطنين مهلة للحكومة علها تغير شيئا من واقع الحال، ومن غير المستبعد أن تنطلق شرارة التظاهرات مرة أخرى. هاي كلها محاولات لتهدئة الشارع فقط، لأن يعني هو ما انطاك بداية الامر، يعطيك هسه يعني شنو من 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 ضغطنا عليه من العالم خلص صبرها، من راح يعطيك شنو راح يعطيك اللي هسه انت شيء تاخذه بالقوة تاخذه بالضغط، خوش شنو هو هذا؟ فشي يعني تعبان، فاكيد اللي راح حتى لو راح ينطونه فهو اكيد لا راح يلبي مطالب الأخوة العاطلين عن العمل، طبعا جميعا أنا واحد من ضمنهم، ولا راح يلبي الناس اللي طلعت تطالب بالمطالب المشروعة. سو هنا بالمحافظة قسم مكتب التشغيل مال المحافظة، فرحنا وقدمونا سوينا وصولات، وحتى مدير مكتب المحافظة موقع عليها. قلنا له استاذ هاي وين نروح بيها؟ قالت تروحون بيها قسم الرعاية. رحنا للرعاية، طلعنا وبالرعاية الاستاذ أوس قال يابا هاي الكتاب اللي اجيت بيه نقعوه وشربوا ماي، ما نعرف الصدق وين وكذب وين. يعني صعبه تقول ماكو مصداقيه الا لما واحد يشوفه بعينه، هذا كلام عقل. احنا نتمنى هالشيء هذا، يعني ارجو مو مثل الوعود السابقه، احنا ابناء الوطن والنحاق مثل ما هم جاي يعني شو نفسهم هواي يهتمون بيها ياخذوها، خلي يحققون الشيء هذا الحق للمواطن الفقير المسكين اللي على قد حاله، وهذا مو بفد شيء فضل من عندهم، حق للمواطن، ونرجو ان يكون يعني قدر المسؤوليه اللي هم تكلموا بها. لم يعد هنالك الكثير في جعبة الحكومة لتهدئة الشارع العراقي غير وعودها بإطلاق حزمة من الإصلاحات، لكنها على ما يبدو لا تمتلك خططا واقعية لتنفيذها. حتى هذه اللحظة يعتقد الكثير من المواطنين بأن الوعود الحكومية التي أطلقتها لتحسين الأوضاع ما هي إلا وعود حتى تتحقق فعليا. مازن الطيار، WTV البصرة.